علماء يحذرون من دخول الشمس في فترة السبات. إن ظاهرة السبات الشمسي يمكن أن تتسبب في عام بلا صيف بمرور الوقت، ولعل ما يدل على ذلك هو التغييرات الشمسية التي أصبحت أكثر قابلية للتنبؤ بها. حاليا الشمس تمر بمرحلة أقل لنشاطها المعتاد، وتسمى علميا بالحد الأدنى للدورة الشمسية، حيث يشهد هذا النجم الهائل فترة منتظمة مدتها 11 عاما، بها مرحلة ذروة للنشاط تليها مرحلة قاع وتسمى أيضا أدنى نشاط. خلال الذروة تظهر الشمس المزيد من البقع والتوهجات الشمسية، أما في الحد الأدنى من الذروة الشمسية يكون النجم أكثر هدوءا، مما يعني تقليل البقع والطاقة الشمسية. وفي هذا السياق قال علماء في وكالة ناسا إن النظام الشمسي يشهد الآن الحد الأدنى للدورة الكبرى. آخر مرة حدثت هذه الظاهرة كانت بين عامي 1650 و1715 خلال ما يعرف باسم العصر الجليدي الصغير في نصف الكرة الشمالي للأرض. في هذه الأثناء أدى مزيج التبريد من الهباء البركاني وانخفاض النشاط الشمسي إلى انخفاض درجات حرارة السطح، لكن هذا الحد الأدنى من الدورة لن يؤدي إلى عصر جليدي آخر كما يقول العلماء، وذلك على الأرجح بسبب تغير المناخ، مضيفين أن الاحترار الناجم عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري من حرق الإنسان للوقود الأحفوري أكبر بست مرات من التبريد المحتمل لعقود طويلة من الحد الأدنى للدورة الشمسية الكبرى. كما أكدت ناسا على تويتر هذا الأسبوع أن الدورات المنتظمة لنشاط الشمس ستؤثر على تواتر ظواهر طقس الفضاء، لكن لن يكون لها تأثير كبير على مناخ الأرض. وحتى في حال حدوث فترة ممتدة من الحد الأدنى للدورة الشمسية فلن يكون التأثير كبيرا على درجة الحرارة العالمية. فيما بعد التقارير كانت قد حذرت من تكرار سيناريو القرن 19 لسبات الشمس، عندما تسببت دورات الشمس في عام بلا صيف وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، متسببة في تدمير المحاصيل الزراعية وموت عشرات الآلاف من البشر.